كل واحد من بعيد او من قريب بيفكر يطول علينا بدنا نفك له رقبة. نحن عنا الحق معنا، هيدي بلادنا، نحن ما عم نتطاول على حدا، مش نحن يلي عم نتطاول على الفلسطيني بالقدس، هن يلي عم بيجربوا يتطاولوا علينا، نحن عم ندافع عن حالنا، الحق بجنبنا، هيدي الارض لنا ب 10452 كيلو مربع. تعالوا نعود الى شعار بدنا لبنان ال 10452 كيلو مربع. بدنا نحافظ على 10452 كيلومتر مربع. ألم يكن هذا الشعار هو الذي رفعه الشيخ بشير جميل في تلك المرحلة؟ ما معنى وقت نضيع؟ كل جمعة عم تمرق، هيدا تضييع من الوقت. بدنا نستلحق حالنا، بدنا نتحضر، بدنا نتنظم، بدنا نتجهز ونكون حاضرين. هيدا يلي عم نتهيأ له. انتو يلي بدكن تبنوا جيش، جيشكن يلي ما بينقسم، والجيش كان اول مؤسسة انهارت ب 13 نيسان 1975. مسؤوليننا وجيشنا ضيعوا وقت بما فيه الكفاية باستعراضات، بمظاهر فارغة. عم ندربكن لنبني جيش لهالدولة، جيشكن يلي بحافظ على حضارة عمرها 6000 سنة. منا قادرين نتكل على جيش استعراضات، منا قادرين نتكل إلا على نفسنا لندافع عن نفسنا ولنكون قوية بهالشرق. عم تتدربوا اليوم لهالأهداف رفقاتكم يلي بالصفوف النهائية بحزيران 82 رح ينطلبوا على الخدمة. وثلاثين عاما تطلب التئام المجلس العدلي للنظر في الدعوة المحالة إليه في قضية اختيار بشير الجميل عام 82 في الأشرفية. عندي كلمة بدي وجهها لأخواني من قيادات الحزب السوري القومي الاجتماعي، قلوا أنه هن بيريدوا يتبنوا هالجريمة لحتى ندعي عليهم. حزب ما له علاقة بهذه الحادثة كحزب، نحن حزب منظم وله مجالس تاخذ القرارات. السرتوني اللي القينا القبض عليه قال بصراحه انه اللي المحرك تبعه هو الحزب القومي السوري. ومن يراجع ارشيف تلك المرحله يجد كلام واضح للرئيس الاسبق الراحل العام رعد والمجلس الاعلى والمجلس العمود انه هن ما كانوا على علم بما حصل وفوجئوا فيه مثل كل الناس. هي مساله لا يمكن انه حزبنا ياخذ فيها اي قرار، لا فردي ولا جماعي، وما فيها قرار. انه إليح بيئة بقي معه بشكل مستمر على التحقيق وصور، وهيدا كل التحقيق مصور، هناك فيديو مصور عن كل اعترافات الشهر. فتح ملف اغتيال الجميل مرة واحدة وهي يوم صدور القرار الظني في 29 تشرين الاول عام 1996. في جلسة 25 تشرين الثاني نفض المجلس العدلي الغبار عن الملف. نحن عم نحاول انه نوفر امتدادات الجريمة حتى تصفي عملية شخصية فردية، حتى تصفي عملية شخصية فردية مش مواجهة بين احزاب وبين دول وبين امم، عملية شخصية فردية. يعني بشير جميل ما قتل لي وما في صار شخصي بين هذا الشرطوني وبين الجميل. كان لابد من افشال الاجتياح واحداثه. احنا بعد ما انتخب بشير طلب بيجيني يشوفه، رحنا بهليكوبتر، جوزيف سعادي امين عام الحزب وانا وفادي فريم وزاهي بستاني وجوزيف ابو خليل وبشير. فتنا بالهليكوبتر على مركز عسكري، هي على شط، اخذونا باوتوبيس على مركز عسكري، كانت كل اسرائيل هناك ما عدا بيجين، حاطين مزاوات ومشروب و نعم وبلشنا. واذ بفوت بيجين بفوت بحي بشير. عملية شخصية فردية. What did Bashir doing?
ماذا فعل بشير في المراحل الأولى لاتصالاته رفيعة المستوى مع الإسرائيليين؟ لقد أبدى شغفا بتاريخ إسرائيل. كان يقول للناس كم تعلم من الحركة اليهودية السرية خلال فترة الانتداب البريطاني، وكيف يريد أن يقلد ذلك النموذج، نموذج الهاغانا ووحدة البالما التي نشأ منها الجيش الإسرائيلي قبل قيام دولة إسرائيل. لم يكن كثيرون على علم بالاتصالات التي كانت جارية معه، ولكن عددا كبيرا ممن كانوا يعرفون بذلك الأمر وصلوا إلى درجة اعتقدوه فيها واحدا منا. عملية شخصية فردية. السنة بحزيران 82 رفقتكم يلي هلأ بالصفوف الختامية رح نطلب منهم يقعدوا 15 شهر معنا بخدمة لبنانية ضمن سكنات، في مدرعات بدمين يسوقها، في بحرية بدمين ينظمها بدمين يستعملها، في أسلحة متعددة بحاجة لطاقاتنا لإمكانياتنا ولعقلنا، في سلاح طيران عم بينشأ وعم بيتحضر، بدنا من هلأ نكون حاضرين ومهيئين. عملية شخصية فردية. القوات اللبنانية مستعدة تشكل الإطار الصالح والإطار المضبوط للمحافظة على هالبلد. نحن علينا ندربكم، نحن علينا نحضركم، نحن علينا نجهزكم كوحدات دفاعية مضبوطة للبنان. عملية شخصية فردية. عملية شخصية فردية. رح نبلش نفبرك للبنان أجيال لبنانية مضبوطة. عملية شخصية فردية. بدنا لبنان 10452 كيلومتر مربع. ألم يكن هذا الشعار هو الذي رفعه الشيخ بشير جميل في تلك المرحلة؟